السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزايكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا موضوع وصفة طبيعية غنية بالسيلينيوم. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه. الوصفة الطبيعية بتاعتنا النهاردة، المكون ده مكون واحد بس، تعالوا نشوف هيعمل إيه معانا في الحمام. الوصفة الطبيعية دي للتخصيب، غنية مفيدة جدا لتخصيب الحمام، لو الحمام بيطلع البيض فارغ، وكمان لزيادة الانتاج، يخلي النتاية، يزود خصوبة النتاية، يبقى للذكر والنتاية. يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الدهنية والمركبات المضادة للأكسدة. يستخدم في الطبخ خاصة الحلويات والحلاوة الشامي، طبعا مش موضوعنا بس احنا نقول لك عشان تبقى انت اكيد عرفت هو المنتج ده ايه، والحلاوة الشامي والطحينة الحمراء والبيضة. كما انه طارد للنمل، يعني لو عندك المكون بتاعنا ده مش هيبقى فيه نمل، خاصة في محلات الحلويات، ان انت تلاقي محل الحلويات مليان كلها حلويات وكلها فيها سكر، ومع ذلك ما تلاقيش عنده نمل لان عنده المكون ده داخل في الحلويات. مفيد جدا للحمام في فترة القلش، طبعا رجعنا لموضوعنا، الحمام مفيد لفترة القلش وتغيير الريش، اللي هو طبعا لان المكون ده غني بالزيت وبيساعد على لمعان الريش، تحس كده ان الحمام بيبرق لما ياكل من المكون ده. وطبعا زي ما قلنا بيدخل في كثير من الاكلات والوصفات الطبية، يستخرج منه بعد عصره واستخراج الزيت منه، يعني ده بيستخرج منه زيت، بعد ما يستخرجوا منه الزيت بيخرج منه الطحينة الحمراء او الطحينة البيضاء. يساعد على النمو السريع، ده بيساعد على النمو الزغليل، النمو السريع، وبيساعد على صحة الحمام الكبير ان هو يكون بصحة جيدة. يساعد على ترطيب، ده مهم جدا الحكاية دي يا جماعة. لو رجلين الحمام مقشرة هتلاقي فيها قشور في الرجلين، ده بيساعد على ترطيب رجلين الحمام ويخلي ما تشوف القشور دي، لانه بيحتوي على فيتامين اي اللي هو بيقوم بتنشيط الدورة الدموية في الحمام. فيتامين اي اللي هو بينشط الدورة الدموية في الحمام. مهم جدا العلاج التسييف في الحمام، يعني لو الحمام مسيف المكون بتاعنا ده يعالج ان شاء الله التسييف ويزيد ايه من وزن الزغيل زي ما قلنا. اكل المكون ده بيدفي خصوصا في الشتاء، طبعا بيدفي الحمام، مهم جدا محتاجه الحمام في فترة فصل الشتاء خاصة، منشط للخصوبة ويظبط الهرمونات، يعني هرمونات الحمام بيظبطها ومنشط للخصوبة. بيعالج الكثير من الامراض مثل الامساك، يعني ده كويس جدا بيعالج الامساك. ليه؟ لان فيه زيت غني بالزيت. بيزيد من لمعان الريش زي ما قلنا، عموما في الحمام والعصافير وجميع انواع الطيور مش للحمام بس. يساعد على هضم الطعام وتحسين التمثيل الغذائي المكون ده، برضو علشان هو غني بالزيت، وزيت مش اي زيت يعني. يحرق الدهون، يعني في حالة اذا كانت نتاية مليسة او نتاية العطال او اللي يقولوا عليها ايه سمينة، يعني سمنت من كتر الاكل، وخاصة العصافير اللي هم بيأكلوها البلكم كتير بتليس، فالمكون ده هو هيخلصها من الدهون دي وبيحرق الدهون ويرجع النتاية اللي هي مش بتشتغل يرجعها للانتاج مرة تانية. طيب ده بيستخدم ازاي المكون ده؟ بتحط 100 جرام من المكون ده على كيلو اكل، يعني دول الكمية دي 400 جرام، ما شاء الله الطبق الكبير ده 400 جرام، يعني ربع دول على 4 كيلو اكل، 400 جرام دول، يعني انت تحسبها كده، جبت نص كيلو تحطه على 5 كيلو اكل، كيلو تحط عليه 100 جرام، المهم هو 100 جرام على كل كيلو اكل. طيب هنقدمه للحمام ونشوف هنقدمه ازاي. ممكن تقدمه بنفس الطريقة زي ما قلنا، بس بتحطه على التحديق، في لو انت عايز تحط على منه على وصفة التحديق ينفع، لو انت عايز تضيفه على اكل الحمام ينفع، وفي ناس بتستخدم منه الزيت بتاعه
بيتحط يضاف الى المية، لكن انا مش معايا الزيت بتاعه دلوقتي. المكون بتاعنا وهو السمسم، او له اسامي تانية في بعض الدول العربية يا جماعة، بيسمى في بعض الدول العربية الزلنجان او الجلجلان. يبقى في مصر اسمه السمسم، في بعض الدول العربية الزلنجان. نكتبها لك في صندوق الوصف او في عنوان الفيديو، الزلنجان او الجلجلان. تمام كده. وزي ما قلنا استخدامه بيضاف الى اكل الطعام 100 جرام الى كيلو، او يضاف الى التحديق، او يضاف الزيت بتاعه على مية الشرب. طيب يبقى كده نقدم بقى، نشوف هنقدمه ازاي للحمام. انا بالنسبة لي العلبة دي تقريبا هو الكيلو بتاعي، هضيف عليها، بقدمها بالشكل ده، واضيف عليها ربع كيلو من السمسم. طبعا مش باستمرار يعني، لان هو غالي، فاحنا بنعمل الوصفة دي كل مدة يعني، مش دايما، لكن هي مفيدة جدا زي ما قلنا، خاصة في الشتاء هتدفي الحمام بتاعنا. انا عملت كده 100 جرام تقريبا. تعالوا نقدمها للحمام ونشوف الحمام هيعمل ايه معانا. بسم الله ما شاء الله. يبقى كده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.